والطقس المرتقبة لنهار الغد حسب مصالح الأرصاد الجوية، إذن سيزول الاضطراب الجوي كلية على الولايات الوسطى وحتى الشرقية بعض الأمطار غير مستبعدة التي ستميز الولايات الغربية، لكن بالرغم من هذا ستظهر بعد الفترات من حين إلى آخر بالجنوب الجزائري نشاط رعدي في الموعد، بشمال الصحراء منطقة الواحات الأجواء غائمة جزئيا، بمنطقة الثورة الأجواء مشمسة تماما، بالصحراء الوسطى مناطق الجنوب الشرقي والغربي للوطن بمرتفعات الهجار والتاسلي وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري. درجتان ستسجل خلال هذه الليلة ولصباحة الغد بالتحديد بالنسبة لباتنا بالبواقي، قلمة 3 درجات بقسنطينة سطيف، 7 درجات بعنابة سكيكدة، 8 درجات بالعاصمة، 12 بوهران مستغانم، 6 درجات بتيزي وزو وتيارة البيض، لن تتعدى 12 درجة بشمال الصحراء، 10 درجات بإليزي، 14 بأدرار إن صالح لتقارب 16 درجة كلما اتجهنا نحو برج بجي مختار إنكس. أما عن ظهيرة الغد إذن الحرارة القصوى تبقى في استقرار، لن تتعدى 19 درجة بالسواحل، 17 بتيزي وزو، 19 درجة ببتنا، 16 بالجلفة، 18 بالبيض، 27 درجة بغردايا ولاية بشار، 32 بأدرار، 31 درجة بتندوف وإن صالح، 27 درجة بمرتفعات الهجار والتاسدي، ترتفع كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 34 درجة مئوية. البحر نهار الغد سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب حاليا وخاصة على السواحل الغربية، سرعة الرياح لتقارب إذن 50 كيلومتر في الساعة، 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، الرياح ستأتينا وفق تيارات غربية جنوبية غربية. هذا داء مئوية. شروق الشمس لخاصة الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 7 صباحا ودقيقتين، والغروب سيكون في حدود الساعة 6 مساء 52 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الموعد. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.